سي محمد، أنتم كمحلل سياسي نريد أن نعرف ماذا يجري في الساحة الليبية حاليا. الذي يجري في ليبيا هو أن هؤلاء الفرقاء الليبيين استقووا بداعمين خارجيين أجانب، كل حسب مصالحه وأجنداته. السراج وحكومته استقووا بفاعلين خارجيين أهمهم إيطاليا، تركيا وقطر، وازداد هذا التدخل وهذا الاستقواء بالطرف الخارجي مؤخرا بعد التدخل العسكري التركي المباشر في الصراع الليبي، دعما حسب ما حسب الرواية الرسمية التركية، دعما لما يسمى بالشرعية، شرعية حكومة السراج المعترف بها دوليا والتي هي من مخرجات اتفاق الصخيرات. إيطاليا كذلك هي من أهم الداعمين لحكومة السراج، والكل يعرف بأن إيطاليا تتواجد في ليبيا دفاعا عن مصالحها الاستراتيجية وأهمها مصالحها المتعلقة بالنفط، وبدعم تواجد شركتها الكبرى شركة إيني الإيطالية دعما لمصالحها ولحصتها إن شئنا القول في ليبيا الغد. كيف تفسرون على أن المغرب تلح على أن الحل السياسي يمر من اتفاقية الصخيرات ثم بروز ودخول الجزائر في هذه اللعبة في المغرب العربي الذي هو يواجه تهديدات كثيرة؟ وأعطيك مثال وسنصل إلى الدور الجزائري. المثال هو مؤتمر برلين مثلا. هذا المؤتمر والذي كان يعول عليه من أجل أن يرفع تدخل الأجنبي على ليبيا، إنما كان، وهذا ما ثبت بعد ذلك، إنما كان ضوءا أخضر لتسريع تدخل الخارجي في ليبيا ولتقوية توريد السلاح إلى ليبيا. الجزائر أعتقد بأن الموقف الجزائري من القضية الليبية يشوبه الكثير من علامات الاستفهام، والتساؤل هنا حول ما الذي يمكن أن تقدمه الجزائر حاليا إلى ليبيا. هذا هو السؤال، ما الذي يمكن أن تقدمه إلى ليبيا؟ الجميع أو العديد من الأصوات تلوح بأن هناك نوعا يعني مشروع تدخل جزائري عسكري في ليبيا لحسم المعركة ولدعم حكومة السراج أو غيرها. الجزائر الآن تحاول أن تركب على هذه المسألة لأهداف جيوستراتيجية. الهاجس الأساسي الذي يحكم تحرك الجزائري في ليبيا هو محاولة التموقع كقوة إقليمية قادرة على التأثير في النزاعات الإقليمية وعلى الدفع في وتوجيه الحلول داخلها. الغاية ديالهم هو التجاوز أو إقبار اتفاق الصخيرات. الجزائر تدفع وتخاطر، وبالتالي ستضيع عليها مسألتين. أولا مسألة المحايد، مسألة الحياد، وهي ضرورية في 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 دور البسيط. المسألة الثانية هي أن تخاطر بأن الناس تصبح في عزلة عربية إن خرج اجتماع القمة قمة جامعة الدول العربية بموقف ما، فإن الجزائر بهذا الموقف ستكون في عزلة. شنو هو المخرج بالنسبة إليكم؟ أعتقد بأن المخرج في الأزمة الليبية بعد كل هذا التعقد الذي طبع الخريطة السياسية والعسكرية في الداخل الليبي، ومن تقاطبات واصطفافات ومن تأثير للدور الأجنبي الذي زاد في تأزيم الوضع وفي تعطيل الحل السياسي، أعتقد بأن الحل هو العودة إلى الاتفاق السياسي. الاتفاق السياسي للصخيرات عام 2015 وضع أسس الدولة الليبية الجديدة. هو ليس اتفاقا مثاليا متكاملا، لكنه كان أرضية صلبة يستطيع الليبيون أن يقفوا عليها من أجل أن يبنوا الدولة الجديدة، الدولة المدنية. اتفاق الصخيرات له يعني هو من 67 مادة مقسمة على 9 فصول، ناقشت في المجمل أهم ملامح الدولة الجديدة. أعتقد بأن داخل هذه 67 مادة هناك العديد من المواد التي ما زالت راهنيتها وما زالت صالحة كأرضية للحل السياسي. هناك بعض المواد وأهمها المادة 8، أعتقد بأنه الدعوة إلى مؤتمر صخيرات 2 سيكون هو الحل من أجل تجاوز هذه الخلافات. فالسياسة ديالو جيوستراتيجية